الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فها نحن في هذه الليلة الرابعة التي نسأل الله أن تكون مباركة، قد وصلنا إلى اللقاء الرابع والأخير المتعلق بالتفاهم. التفاهم وزن يدل على مفاعلة ومقابلة، يدل على وجود شخصين متفاهم ومتفاهم معه. وعندما يقال جلس الزوجان للتفاهم أو تفاهم الزوجان، فمعناه جلسا جلسة تفاهم وتحاور، وأوضح كل منهم وجهة نظره للآخر تجاه أمر من الأمور بغية الوصول إلى حل يتفق عليه. وخلاف التفاهم أمران: الأمر الأول عدم التفاهم أصلا، فالمشكلات موجودة وهناك أخطاء تهدد الأسرة وتقتل الحب وتزيد القلوب بعدا، جعلت كل واحد لا يطيق الآخر، حياة مؤلمة، ومع ذلك لا يتم الجلوس والصراحة والمحاورة، ولا يفكرون في التفاهم ومعرفة الأسباب، ولا يسعون إلى الاتفاق على الحلول. الأمر الثاني سوء التفاهم، ومعناه أنهما قد يجلسا للمناقشة والمحاورة، ولكن لا يكون الجلوس موفقا ومثمرا لسبب من الأسباب أو خطأ من الأخطاء، فلا يفهم أحد الطرفين الآخر، وقد ينقلب كلامه من موضوع إلى موضوع آخر، وقد لا يكون بينهما خلاف في الحقيقة، فهذا يتكلم عن موضوع والآخر يقاطعه فيتكلم عن موضوع آخر ويظن أنهما مختلفين. إذا كان هناك شخص ينظر إليهما عن بعد سيقول ليس بينكما خلاف، فعلى ما هذا التنازع؟ الكلام عن جوانب التفاهم كثير جدا، والدخول فيه سيطول ويجعلنا نعيد جزءا من الكلام الذي سبق في الليالي السابقة، فسنعرض عنه الآن، فإذا بقي وقت نتكلم عن بعض جوانبه تبعا وضمنا. ولنتجه إلى أسئلة في هذا الموضوع. السؤال الأول: هل يجب التفاهم بين الزوجين في كل شيء، أم أن هناك أمورا تحتاج إلى التغاضي والتغافل؟ الجواب: ليس هناك حكم عام يمكن إطلاقه، الأمور ليست على وزان ومرتبة واحدة، بل هي متفاوتة جدا، وللمسألة أحوال يطول تفصيلها من حيث نوع الخطأ وكثرته وأضراره وآثاره وغير ذلك، لكن يمكن تلخيصها في حالتين: الحالة الأولى يصلح فيها التغاضي إذا كان يستطيع شرعا أو طبعا في أمر من الأمور. متى ذلك؟ الأول: ما لا يمكن تغييره في الطرف الآخر، كما قلنا في بعض الطباع أنها كاللون، أسود أو أبيض، كالطول، طويل أو قصير، هكذا بعض الطباع في بعض الخلق، بعض الناس لا يضحك ولا يمازح، هذه طبيعته، وربما طبيعة أبيه وجده، وهكذا كثير من الطباع. الثاني: ما يمكن احتماله دون ضرر ومشقة تعود عليه أو عليها أو على الحب والود بالضعف وزيادة النفرة والكره. الثالث: ما لا يحدث إلا نادرا، فالنادر لا حكم له، أو أمر وقع وانقضى ولن يتكرر، وهذا له أمثلة عديدة،
رجل ذهب بزوجته إلى جاكرتا أو إلى العمرة، حصل منها خطأ معين في الفندق أو في مكان ما، هذا الخطأ نادر ولا يتكرر في العادة لأنهم قد لا يرجعون إلا نادرا، هذا لا يحتاج إلى جلسة وعتاب ومصارحة وغير ذلك. وهنا تظهر مكارم الأخلاق والتغاضي والتغافل. رجل من عادته أنه يصلي فيجلس إلى الشروق يذكر الله ويقرأ القرآن، ثم يرجع إلى بيته فيجد الإفطار جاهزا. جاء ليلة يوما فإذا بها لم تصنع الإفطار، هنا يلتفت إلى حسناتها وعادتها، وكما يقول الشاعر: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. الحالة الثانية لا يصلح فيها التغاضي، متى؟ في أمر يمكن تغييره ولا يمكن احتماله ويحدث كثيرا، ففي هذه الحالة يحتاج الزوجان إلى جلسة التفاهم والمصارحة بآدابها وأخلاقها لتؤتي ثمارها. سيسأل سائل وتقول أخت: فأين أدلة الصبر والتغاضي وأين آثار التغافل التي جاءت في هذا الباب؟ الجواب: هذه في بابها وتلك في بابها الآخر، كما أن الصبر له أبواب وكذلك المصارحة لها أبواب. ولذلك قلنا المسألة فيها تفصيل على حالين: الطلاق له أحوال، والصبر على الزوجة وعدم طلاقها له أحوال. هل يمكن لعاقل أن ينصح زوجا أو زوجة بالتغاضي عن بعض المنكرات أو التصرفات التي تزيده بغضا ونفرة لصاحبه وتزيده بعدا عن زوجته وتجعل قلبه معلقا بغيرها وهو قادر على أن يسعى للإصلاح؟ الكلام عن حالة معينة تؤذي الزوج أو الزوجة وتزعجه وتجعل قلبه يكاد ينفجر ألما وضيقا ونفرة وبعدا. الزوجة نفسها إذا علمت بهذه المفاسد وبما في قلب زوجها لن ترضى له أن يسكت ويجامل، بل إن بعض الزوجات العاقلات الموفقات يلمن أزواجهن: لماذا تأخرت في نصيحتي ولماذا لم تصارحني مبكرا؟ بل أشد من ذلك وهو سيء أن بعض النساء غضبت من زوجها وتركت البيت وذهبت إلى بيت أهلها بعد أن علمت أن زوجها يكتم عنها بعض ما يكره تجاهها سنوات. كان يتهرب من زوجته ويرجع متأخرا ولا يجلس معها، ويصوم الاثنين والخميس حتى لا يأكل معها فتصوم معه، وحصل تباعد مع الزمن، ثم بعد أن مسكته وقالت له: لعلك متزوج بالمسيار، صارحها بعيبها فغضبت غضبا شديدا. بعد أن اتهمته بهذه التهمة أراد أن يبرئ نفسه فذكر لها السبب الذي أبعده عنها، وهو يستطيع أن يصارحها بلطف ويبين لها. السؤال الثاني: هل يجب أن يحصل كل طرف على ما يريده في جلسة التفاهم؟ هناك أمور وقضايا يمكن فيها ذلك إذا وفق الله ويسر، هناك أمور تكون الحلول فيها وسطا فيسعى الطرفان إلى تقليل المفسدة أو تكثير المصلحة على جهة المقابلة، سددوا وقاربوا، وليس بالضرورة أن تصل إلى كل ما تريده على التمام، ولكن قد يحصل التمام مع مرور الأيام عندما تنقلب جلسات التفاهم إلى متعة ولذة. التفاهم والصراحة في بداية الأمر قد تكون جهادا فيه صعوبة وكلفة، لكن بتوفيق الله ثم بالصدق وبذل الأسباب المعينة والاستمرار النافع ينقلب التفاهم إلى متعة وألفة. السؤال الثالث: ما هي أكثر الأخطاء في باب التفاهم؟ هذه الأخطاء ضدها هي الأسباب التي تجعل التفاهم جيدا. سبق أن التفاهم أحد أسباب الاستقرار،
وأن هناك خطأين: الأول عدم التفاهم أصلا، الثاني سوء التفاهم. من الأخطاء التي تقع أثناء التفاهم الأسباب التي تجعل الزوجين لا يرغبان في التفاهم، هما يرغبان في التفاهم لكن لا يرغبان في الجلوس لشيء اسمه التفاهم، وهذا هو الخطأ الثالث الذي سيأتي معنا. الخطأ الثالث جرح المشاعر، هذا من الأخطاء، وهو ضابط لحدود الصراحة بين الزوجين. ما حدود الصراحة بين الزوجين؟ عدم جرح المشاعر. المطلوب الاقتصار على قدر الحاجة باللطف، وهذا يختلف من شخص إلى آخر ومن امرأة إلى أخرى. الخطأ الرابع التفسيرات والافتراضات الخاطئة للموضوع الذي تنتقل به المرأة إلى لوازم وافتراضات وهمية، وهذه راجعة إلى سوء الفهم، وقد ينضاف إليها سوء القصد وعدم التوجه إلى التفاهم بنية صادقة. زوج يقول لزوجته: أنا لا أحب كثرة السكر أو الملح على الطعام. إذن أنت لا تحب طعامي، أنت لا تحب طباختي، أنت تحب من المطعم، أنت تحب تأكل عند فلان، أنا أعرف أنه يعجبك أن تأكل عندهم. زوجة تقول لزوجها: إذا دخلت بعد العشاء فاغتسل وتنظف كما تغتسل وتتنظف إذا خرجت. أنا نظيف، بقي شيء. يجيبها: أنا نظيف من قبل أن أعرفك، أنا كذا، أنا لم أخرج من بارض، ويدخل معها في مشكلات عديدة. لو قال لها: أبشري إن شاء الله لا تجدين إلا ما يسرك، ما يضره. المشكلة مثل هذه الأمور قد لا تطاق، اشكرها: جزاك الله خيرا على صراحتك ووضوحك. الخطأ الخامس رفع الصوت وكثرة المقاطعة، فلا يستطيع أحدهما أن يكمل فكرته بوضوح ولطف. الخطأ السادس الإلزام وفرض الأمر دون تعليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بعض الأمور ثم يبين علتها، وهذا كثير جدا. بين العلة، بين المقصود من هذا الأمر حتى أفهم وأقتنع وأطبق كل ما يدل عليه هذا المقصود. الخطأ السابع عدم التفاعل، يتعامل مع الأمر ببرود كأنه لا يتكلم إليه شخص آخر. خطأ الثامن عدم تهيئة الزمان والمكان. الأسلوب له دور، الوقت الذي يوضع للمناقشة والمحاورة له أثر، المكان له أثر. إيه. نحن نختصر لأن الوقت يعني قرب والمسألة طويلة. الخطأ التاسع المبالغة وتعميم الأحكام. عندما تنصح أيها الزوج أو الزوجة الآخر أن تضعه في موقف محرج، فينبغي أن تلطف الخطأ وتجعله قليلا، والمهم أن توصل رسالتك ونصيحتك. الخطأ العاشر خلط المواضيع وعدم التركيز والترتيب. الخطأ الحادي عشر عدم الاعتراف بالغلط. بعض الرجال: ما أجمله وما أحسنه، أخطأت أعترف أعتذر. وبعض النساء إذا نبهت: أبشر إن شاء الله لن ترى هذا مرة أخرى. بدون تطويل كلام وأخذ ورد وجدال، قطع لباب الشيطان وكسب لقلب الآخر. بعضهم هكذا: كم وصالة، أنت المخطئة، أنت المخطئ، بعد هذا كله تنتظر، أنت المخطئ، أنت المخطئة. السؤال الرابع: هل جلسة التفاهم يجب أن تكون صريحة؟ أولاً كما لا يخفى عليكم الناس تختلف في الصراحة والوقاحة. بعض الناس يعطيك الكلمة الجارحة القوية ثم يقول لك: أنا صريح. وهذا موجود في الجزر والقبائل، هؤلاء عندهم الصراحة الزائدة وهؤلاء عندهم عدم الصراحة، وهكذا في كل مكان في العالم. نحن ننطلق من دين عظيم: ادفع بالتي هي أحسن وقولوا قولا سديدا. فإذا استطعت بالتي هي أحسن الحمد لله.
إن لم فبالتلميح والإشارة. بعض الأزواج يشكو من زوجته أنها لا تهتم به وأنها مشغولة بالأولاد ليلا ونهارا. هناك بعض الأمهات يشكون من أزواجهن أنهم لا يعاون الزوجة في تربية الأولاد وفي كذا وفي كذا. إن كان يفهم، لم يفهم ننتقل إلى التصريح والتفاهم لأجل الوصول إلى حل تجتمع عليه القلوب، بأن تعرف الزوجة ما يحب زوجها وما يكره، وأن يعرف الزوج ما تحب زوجته وما تكره، وليكن ذلك بالأسلوب الحسن والابتعاد عن الأخطاء السابقة وإبدالها بالمحاسن. ومن أجمل الأساليب التي نصحت بها أناسا فطبقوها وانتفعوا بها ولها أصل في السنة، التقديم بذكر الصفات الحسنة الجميلة. التقديم قبل النصيحة، نقدم بمقدمة فيها ذكر الصفات الحسنة في ذلك الشخص. أنت أيها الزوج لن أجد مثلك في الكرم، ولن أجد مثلك في الاحترام، ولن أجد مثلك في احترام أهلي، وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا. أظن أنك لو تعينني في أولادي أو تصنع لي كذا أو تبتعد عن كذا لكنت أحسن امرأة موفقة في هذه الدنيا. بماذا سيفكر الزوج في ذلك الوقت؟ يفكر أنا في هذه كلها، في هذه الأمور كلها أنا جيد، ما بقي إلا هذا سأكمله. وهكذا الزوج مع زوجته لا بد أن فيها صفات جيدة محمودة يذكرها ويعترف بفضلها، ثم يدخل ما يريده بعد ذلك. أيضا من الأساليب في ذلك، عندما يكون هناك سلوكان أحدهما جيد سوي والآخر خاطئ ردي، فالأسلوب الأنفع هو مدح السلوك السوي الجيد بدلا من الانتقاد والمهاجمة، لأن المهاجمة تولد العناد والتمسك بالرأي. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. هذا الثناء وهذا الأسلوب جعل عبد الله بن عمر لا يترك قيام الليل حتى مات. وهكذا الإعراض عن السلوك السيء والاتجاه إلى السلوك الجيد مع الزوج، مع الزوجة، مع الأبناء، مع الطلاب، نستخدم هذا الأسلوب. أحد الزوجين عنده رفع الصوت: ما أجملك عندما تتكلم بهدوء. رجل يخرج مع زوجته وهي تقصر في حجابها، عندها تفريط في الحجاب أو في غير ذلك: أنا أشعر بالراحة عندما أراك هكذا. أحد الزوجين كما هو حال كثير من الأزواج مشغول بالهاتف، مشغول بالخروج والغياب والسهر عن بيته وأولاده. هنا ينبغي إظهار السرور والتفاعل والفرح والدعاء والثناء له. نحن سعداء عندما تجلس معنا وتضاحكنا وتحادثنا. اليوم الثاني يصلي العشاء ويرجع إلى البيت إن شاء الله. أحد الزوجين عنده جفاف في مشاعره وعباراته مع الآخر، فإذا خرجت منه كلمة جميلة بالخطأ فلتكن فرصة للتعبير عن رغبتك في هذه المشاعر والعبارات. وهكذا في كثير من الأخطاء التي مرت بنا في الدروس السابقة نستطيع أن نستفيد منها في هذا الباب. السؤال الخامس: ما هي الفوائد والثمار التي يحصلها الزوجان المتفاهمان بعد جلسة التفاهم؟ الفوائد كثيرة وقد ذكرناها في أول لقاء، لكن من ذلك الفائدة الأولى: يعم ويسود في بيوتهم الحب والود والصدق والطمأنينة، ويعرف كل واحد يقينا أن صاحبه مطمئن له وسعيد معه، وأنه لو كان زوجي يتضايق من شيء فسيخبرني ويصارحني. فائدة الثانية: ذهاب وزوال جملة من السلوكيات السيئة والأخلاق القبيحة كالغضب والانفعال الناتج عن الكتم وعدم الصراحة. الفائدة الثالثة: معرفة أحد الزوجين ما يحبه الآخر وما يزعجه
بلطف وأدب هذا أنفع من السكوت والكتمان، ثم إخراج العيوب في وقت الغيظ والغضب والانفعال. السكوت والكتمان ثم الانفعال يجعل الإنسان يتكلم بطريقة لا يوفق فيها، بل إنه يسقط من عين صاحبه لأنه سكت وجامل ومدح كثيرا زمنا طويلا، ثم أخرج أمورا قديمة وسيئة. الفائدة الرابعة ظهور التماسك والترابط والمصداقية بين أفراد الأسرة، وحسن تربية الأولاد والانضباط وعدم اختراق قوانين وأنظمة البيت والأسرة. وهذا يحتاج وحده إلى درس كامل ولقاء كامل، لأنه يؤدي إلى التخاذل والضعف أمام الأولاد. أعرف قضايا طويلة جدا ومشكلات عظيمة جدا سببها عدم التفاهم بين الوالدين في قراراتهم أمام أبنائهم. أيها الوالدان، تفاهما أولا ثم أصدرا قراراتكما المدروسة التي لا تنقض إلا لمصلحة واضحة. إياكما أن يخذل أحدكما الآخر أمام الأولاد فتضعف الهيبة ويتقوى الطفل بأخطائه. الفائدة الخامسة والأخيرة، بالتفاهم تسير الأمور مرتبة، ويعرف كل واحد ما الذي له وما الذي عليه وما الذي ينبغي وما الذي لا ينبغي. وبعدم التفاهم ينقلب الإحسان إلى إساءة، والخير إلى أذى، والود إلى نفرة، والفرحة إلى حزن. وهذا يحصل لكل الأزواج ولا يسلم منه إلا من رحمه الله. سأضرب مثالا واحدا وكل واحد يعرف أمثلته وأخطاءه في هذا. مثاله: رجل على موعد مع أصدقائه العشاء الساعة 9، رجع إلى بيته بعد صلاة العشاء. قالت له زوجته: أريدك أن تذهب بي إلى دكان كذا وكذا، أو لزيارة، أو لعمل ما، أو إلى آخره. ما الحل الصحيح؟ الصراحة بأن يتفاوض ويتفاهم على الجدول والبرنامج والوقت المحدد. الآن الساعة 8 يكفيك إلى الساعة 9، أنا على موعد بعد ذلك. خرج على وضوح وصراحة، انتهى الأمر. لكن كثيرا من الأزواج يكتم ولا يصارح ولا يفاوض، لأن كثيرا من الزوجات تسهل الأمر فقط: أتاليا أتاليا دكان دكان كذا مثلا. كثير من النساء تسهل الأمر، ثم بعد ذلك تخرج أمور وأمور فيطول الوقت. صاحبنا يخرج وهو يظن أن الوقت يكفي وأنه سيرجع إلى زملائه، فلا يخبر زوجته ولا يصارحها. يحصل أمر أو ظرف فيتأخر إلى 9، 9:30، 10. هل علمتم امرأة ذهبت إلى مكان مقصود فاقتصرت عليه خصوصا ورجعت؟ Apakah engkau mengetahui ada seorang wanita؟ هذا سر لكم أنتم، رهسيا فقط. صاحبنا 9:30، الإخوة يرسلون له أكان ككب ساتيه، ويرسلون له الصور: أين أنت؟ ديمانا؟ وهو الآن قليلا، انتظروا سبنتر. وهو يغلي من الداخل غضبا، يريد أن ينهي الأمر بود ويرجع بها إلى البيت ويلحق ما تبقى من العظام والساتيه. 10:15، الإخوة يتصلون، 10:30 وهم يأكلون. خرج من الدكان وهو مسرور جدا وغضبان من الداخل. قالت له: والله اليوم أنا سأدفع العشاء في KFC. لا يريد، يريد أن يرجع، يريد أن يرجع بها ليذهب إليهم، فهو مستعجل وهي تذهب إلى أمور أخرى. في الأخير يضطر أن يذهب معها وهو يغلي متوتر، وربما يغضب في وقت الطعام لأنهم يتأخرون في الأكل، فيغضب غضبا شديدا: لماذا لا يعجل في الأكل؟ هو بعد ذلك توتر فغضب وقت الأكل وأساء العشرة في وقت الأكل. تسوء أخلاقه في اللحظات الأخيرة، وزوجته بعد ذلك تغضب
أنت لا تحب الخروج معنا، أنت لا تريد أن تأكل معنا. بعد ذلك يرسل للإخوة رسالة إذا كان ممن يكذب: ابني فيه الحرارة، أنا ذهبت به إلى المستشفى. لم يستفد اللقاء بإخوانه ولم يسعد أهله السعادة التامة. أنا أضرب أمثلة بعيدة قليلا حتى لا أدخل في العمق، وكل واحد يعرف نفسه وأخطاءه في هذا الباب. إذن عندنا فهم وتفهم وتفاهم، انتهينا منها. والحقيقة أننا لم ننتهي، فهناك أمور كثيرة لكن الوقت لا يسمح. بقي أمر رابع بدا لي أن أضيفه باختصار، وهو الاستفهام والاستفسار والاستيضاح قبل العجلة والتسرع في الحكم. عندما يرى أو يسمع أحد الزوجين شيئا مزعجا أو مؤلما، وربما يكون هذا الشيء لا يرضاه أحدهما ديانة ولا شرعا، فالمطلوب التأني والسؤال والاستفهام. ومن أعظم الأدلة في ذلك ما حملك على هذا يا حاطب. كذلك الشاب الذي كان حديث عهد بعرس فخرج إلى غزوة الخندق مع النبي صلى الله عليه وسلم. Demikian pula ada seorang pemuda yang baru saja menikah. ثم استأذن أن يرجع إلى أهله يوما في النهار، فرجع فإذا امرأته بين البابين قائمة، فأهوى إليها ليطعنها بالرمح، وأصابته غيرة، فقالت: أكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني. فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش، فذهب إليها ليقتلها فقتلته الحية. يقول الشاعر: تأنى ولا تعجل بلومك صاحبا، لعل له عذرا وأنت تلوم. أخرج البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي أمامة: إن الشيطان يأتي إلى فراش أحدكم بعدما يفرشه أهله ويهيئونه، فيلقي عليه العود أو الحجر أو الشيء ليغضبه على أهله، فإذا وجد ذلك فلا يغضب على أهله. قال: لعله أو لا، لأنه من عمل الشيطان. اللهم أصلح أحوالنا واصلح بيوتنا يا رب العالمين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا ممن يفهمون ويتفهمون ويتفاهمون. اللهم اجعل بيوتنا عامرة بالتقوى والخير والسكينة والمودة، ولا تجعل للشيطان فيها سبيلا. هذا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم.